تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحتكم دائما. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما نمر محمد، وأيضا معنا اليوم الأخت آمنة العلي. صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أخوي عبد الله. صباح الخير والسعادة. أنا محدثكم عبد الله جمعة، ودائما مستمعين الأعزاء من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. آمنة، قبل لا نستعرض فقرات البرامج، شو رأيك نذكر مستمعينا الأعزاء على مراكز اللي تقدم لقاح كوفيد-19؟ طبعا أخوي عبدالله، المراكز الصحية اللي تقدم لقاح كوفيد-19 هي مركز زعبيل الصحي، ومركز المزهر الصحي، ومركز ند الحمار الصحي، ومركز البرشة الصحي، وطبعا مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، وكذلك مستشفى حتى. ونذكرهم أيضا بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للتفادي الإصابة بفيروس كورونا. طبعا أخوي عبد الله، مثل ما تقول دكتورة هند، لا تنسون غسل اليدين لمدة 20 ثانية والتباعد، وطبعا لبس كماماتهم. نعم، أمس تقول أن أصبح المثلث الثلاثي مربع. طبعا اضافت للمثلث الدكتوره هند اللي هو التطعيم ضد كوفيد-19. نعم، نستعرض وياكم مستمعينا الاعزاء فقرات برنامجنا هذا اليوم، ودائما نبدا مع الاخبار، واليوم خبرنا بيكون سربرايز مثل ما يقولون، يعني مفاجاه مع الاخت امنه ال علي. فقره السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا واهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان السمنة عند الأطفال، وأيضا مثل ما عودناكم دوم أو كل يوم عندنا مصطلح طبي اليوم تحت عنوان الالتهاب أو التهاب القصيبات. وفقرة التغذية اليوم بدائل الحليب، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم أيضا بيكون كامل مع الأخت آمنة العلي تحت عنوان فقرة صحة المرأة. ناخذ اختي آمنة فخبرنا لهذا اليوم. طبعا اخوي عبد الله، اليوم الخبر مهم للي يحبون القهوه والشاي. وطبعا يقول الخبر ان تناول القهوه والشاي يوميا يقلل من خطر الوفاه المبكره، ووفقا لدراسه يابانيه جديده نشرت في مجله اوبن ديابتس ريسيرش، فان تناول القهوه والشاي الاخضر يوميا مفيد للصحة، ويمكن ان يقي من الوفاه المبكره وخاصه لدى مرضى السكري. وبعد تحليل آثار استهلاك الشاي الأخضر واستهلاك القهوة بين عينة مؤلفة من 5000 بالغ مصاب بالسكري، لاحظ فريق من الباحثين في اليابان أن مخاطر الوفاة المبكرة كانت الأقل بين المشاركين في الدراسة الذين شربوا 4 أكواب من الشاي وفنجانين من القهوة كل يوم. ويساعد شرب الشاي والقهوة يوميا وباعتدال على تنظيم الوزن وتحسين التمثيل الغذائي والبقاء في حالة من النشاط وتعزيز صحة الدماغ. نعم طبعا، انت ما ذكرتي هل هي الشاي القهوة العربية ولا القهوة البلاك؟ يعني دراسة يابانية عبد الله، دراسة يابانية يعني اكيد مو بقهوة عربية. نعم، قبل لا ناخذ فقرة السوشيال ميديا مستمعين الاعزاء نذكركم بعد دائما ما هي اهمية اللقاح، ومثل ما تعرفون مستمعينا بان اللقاح
هو وسيلة آمنة وفعالة تحمينا من أمراض خطيرة يمكن الوقاية منها، حيث تقوم اللقاحات بتحفيز الجسم لبناء مقاومة لعدوى معينة وتقوية أيضا وتدريب جهاز المناعة لتكوين أجسام مضادة. فلهذا السبب دائما نقول مستمعينا الأعزاء بأن التطعيم أمان واطمئنان. ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخواني، عليكم وعلى كل متابعي إذاعة نور دبي. صباح النور والسعادة والطاقة الإيجابية. صباح النور. عندنا من ضمن الأشياء اللي موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي اللي هو هيئة الصحة تعلن اختصار مدة الحجر الصحي والعزل الصحي لبعض الحالات المعينة من المصابين بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لتكون 10 أيام بدلا من 14 يوم، وتم اتخاذ هذه الخطوة استنادا إلى نتائج دراسات عالمية أكدت أن غالبية الحالات الإصابة بفيروس تحدث خلال 10 أيام الأولى من تاريخ اختلاط مع مريض يحمل الفيروس. هاي من ضمن الأخبار الرئيسية اللي كنا حاطينها والإعلانات اللي إعلان طلع أمس. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة أمس تم نشر مقابلة مع معالي حميد القضامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، يجيب من خلالها على الأسئلة المتعلقة بحملة الهيئة الواسعة والمجانية لتطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح فايزر بيونتك. في مجموعة من الأسئلة تم نشرها من خلال أيضا منصات قنوات التواصل الاجتماعي، ممكن للمتابعين أو للجمهور أن يدخلون الحسابات ويشوفون هذه الإجابات. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة قنوات التواصل الاجتماعي أو الشخصيات الهامة اللي تم تلقيهم لقاح فايزر بيونتك اللي هم سعادة من المري مدير عام مكتب الإعلام لحكومة دبي، وأيضا اللواء خبير خليل المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، وأيضا دكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. نأكد أيضا للجميع على معلومة من المعلومات اللي كانت وصلنا أو الاستفسارات الأكثر أو المعلومة الأكثر استفسارا كانت هل يمكن لمن أصيب بكوفيد-19 أخذ تطعيم فايزر بيونتك؟ نعم يمكن، ولكن بعد 3 أشهر من تاريخ الإصابة. نأكد أن يعني أخذ التطعيم وهذا كله لا يعني التهاون بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة، تباعد الجسدي، وأيضا غسل اليدين وتعقيمها بشكل مستمر. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعين الأعزاء، قبل أن نأخذ الفاصل نحب نذكركم بأهم الإجراءات اللي يجب الأخذ بالاعتبار عند الذهاب إلى مناسبة اجتماعية. احرص ما يلي: عدم الذهاب إذا كنت تعاني من أعراض مرضية. فإذا كنت تعاني من أمراض مرضية أو أعراض مرضية الأفضل أنك ما تصير وتختلط مع الناس، غادر المكان إذا شعرت بأعراض مرضية. أيضا تجنب السلام باليدين والتقبيل، ودائما ننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الذهاب للمناسبات الاجتماعية. الالتزام دائما مثل ما نقول بلبس الكمامة، والحرص على التباعد الجسدي، غسل اليدين بشكل مستمر، والتعقيم، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، وأخيرا عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين. بناخذ وياكم فاصل مستمعين الأعزاء، وبعد الفاصل عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة اليوم تحت عنوان السمنة عند الأطفال، وبتكون معنا الدكتورة ميساء صالح أخصائي أول أطفال في مستشفى لطيفة. وإذا أي حد من مستمعين الأعزاء عنده طفل عنده هاي الحالة أو مشكلة السمنة، بإمكانكم أنكم تتواصلون معنا مباشرة مع الدكتورة ميساء صالح، وبتنطرق على كثير من المواضيع الخاصة بالسمنة عند الأطفال. خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء على الأرقام
6005514114 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا ناخذ فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، عندنا استفسار من أحد المستمعين على الرسائل النصية اللي رقمها آخر ثلاث أرقام 670، عن هل الأطفال يقدرون يسوون اللقاح وإذا نعم من أي عمر، حسب التعليمات اللي من الجهات الصحية بأن اللقاح للأطفال فوق 18 سنة. والاستفسار الآخر من الشخص اللي رقمه آخر ثلاث أرقام 070 يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو شخص أخذ الجرعة الأولى في إمارة الشارقة وراد أخذ الجرعة الثانية في دبي فهل هذا ممكن؟ أخوي أو أختي العزيزة أو أخوي العزيز اللي مطرش الرسالة هاي، بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8300342. بإمكانكم، أو هاي من ضمن الأسئلة اللي تم فيها تقييم الشخص قبل الموافقة لأخذ لقاح كوفيد-19. ننتقل مستمعين الأعزاء وأختي آمنة إلى موضوع فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان السمنة عند الأطفال. نعم طبعا أخوي عبدالله، تعد السمنة في الطفولة حالة طبية خطيرة يصاب بها الأطفال والمراهقون، والأطفال البدناء هم الذين فوق الوزن الطبيعي بالنسبة لسنهم وطولهم. وطبعا للحديث عن هذا الموضوع يسرنا تكون معنا الدكتورة ميساء صالح، أخصائي أول أطفال بمستشفى لطيفة. صباح الخير دكتورة ميساء. صباح النور، كيف حضرتك، أخبارنا إيه؟ الحمد لله بخير، أخبارك أنت إيه يا دكتورة؟ تمام والله الحمد لله. الموضوع اللي مختار جميل جدا، اللي هي السمنة في الأطفال. نعم بالضبط الموضوع جميل لأنهم عندهم سمنة دكتورة، ولا جميل لأنهم يتعالجون؟ لا الجميل إن إحنا نعمل awareness السمنة في الأطفال، فا it's very nice إن إحنا دايما نبقى alert والأهالي alert للسمنة إن هي موجودة في الأطفال وبشكل مرضي، ما بقتش السمنة العادية أنا فرحانة إن ابني صحته كبيرة وحلو ومليان فأنا أكمل بهذا. فهو الموضوع جميل من ناحية إن إحنا نعمل الأورنس بتاع السمنة في الأطفال. صحيح. نعم دكتورة، بداية نحن حابين نعرف منك شو هي أسباب السمنة، يعني شو الشيء اللي ممكن يخلي الطفل يسمن ويوصل لهاي المرحلة؟ طيب مبدئيا بس الأول أحب أقولك إيه هي سمنة الأطفال. السمنة الأطفال معنى كده إن إحنا عندنا علو في الوزن بالنسبة لمؤشر حاجة اسمها كتلة الجسم أو كتلة الجسم، فدي بعد أرقام معينة بنقدر نقسم الطفل إلى طفل سمين أو طفل بنسميه overweight. لما نيجي نشوف إيه السبب بتاع السمنة في الأطفال فهي أسباب عديدة، من أهم الأسباب العديدة هو الطريقة اللي احنا عايشين فيها بالنسبة للأكل، يعني أكتر من 90% من الحالات هي عبارة عن الـ not healthy lifestyle اللي احنا ماشيين بطريقة غير حكيمة في الأكل والرياضة. بني أدم ما بيتحركش فبالتالي بيكوم الكالوريز وما بيقدرش يتخلص منها، والأكل اللي احنا ماشيين فيه ده في أي فاست فود والحاجات كده. في بعض الحاجات التانية ودي نسبة مش بنعتبرها كبيرة، في بعض المتلازمات بيبقى فيه معاهم سمنة، في بعض الحالات اللي هي ليها علاقة بالجينات بتاعة الطفل من الأهل، لما هم لأن في بعض الدراسات وجدت مثلا إن لو واحد من الأهل سمنة سمين الطفل بيبقى حوالي 30% معرض إن يبقى سمين، لو هم الاثنين معرض إن يبقى 90% إن هو يجيله سمنة. وبعض الأمراض اللي هي زي الأدوية اللي بعض الأطفال ممكن تاخدها وتعمل لي سمنة. ففي الحديث بس نيجي أهم حاجة من السمنة هي السعرات الحرارية الشديدة اللي الأطفال دلوقتي بقوا بياخدوها. نعم طبعا دكتورة، هل إحنا هناك فئة عمرية مثلا ممكن نحن نبدأ نركز عليهم، نقول مثلا الأطفال من بداية هذا العمر ممكن يصابون بالسمنة، أو هل هناك أعراض ممكن تظهر على الأطفال نقول هذا الطفل مصاب بالسمنة؟ تمام، احنا دايما بنبقى حريصين في العمر اللي هو المدرسة اكتر عمر هو الطفل بيصاب فيه بالسمنة، ولكن من سن السنتين تقريبا بنقدر نلاحظ
العادات الغذائية الغير جيدة، وأقدر أشوف أن الطفل عندي أنا كأم عادية جدا، بنقدر نقول أن الطفل مثلا ملابسه بتزيد بشدة، بالنسبة لأقرانه بتحس أن هي الأم يميل إلى أن هو يعني أزود في الوزن بالنسبة لزملائه. فدي من العوارض أن هو نبتدي نلاقي الوزن بيزيد بسرعة شديدة عن المعدلات الطبيعية. طبعا معظم الأطفال في لما بيروحوا المراكز الصحية عشان التطعيم أو مع دكاترة الأطفال أو كل ده، بنقدر بسرعة شديدة جدا أن احنا تبيك الأطفال دولا أو نميزهم عن بقية الأطفال. إلى جانب الحملات التوعوية اللي هي بتتعمل من الهيئة ووزارة الصحة في المدارس، أن احنا دايما بيبقى بيتشيك على الأطفال كوزن، بنقدر برضو نحكم على أن الطفل ابتدى يبقى فيه زيادة في الوزن. نعم دكتورة، أيضا كيف ممكن إحنا نعرف أن الطفل هذا مصاب بالسمنة؟ كيف ممكن يتأثر هذا الشيء على نفسيته؟ برافو عليك، لأن دي معظم الأطفال بتبقى مشكلة كبيرة جدا الأطفال، وخاصة في السن اللي هو قرب البلوغ، والطفل ابتدى يشوف ويلاحظ ويفهم إن هو بالنسبة لأقرانه مش قادر يجري، مش قادر يلعب، ابتدى من اللي حواليه حتى من الأهل، حبيبي أنت بتاكل كتير، وقف أكل، أنت بقيت تخين، الكلام ده كله ممكن يأثر على نفسيته، بالعكس هو ممكن يعمل إسقاط ويبتدي يأكل بطريقة مرضية أكتر. احنا الدور بتاع الاهل مهم جدا في الحفاظ على نفسية الطفل، بان احنا نقدم له الوجبات الجيدة والحركة، اهم حاجة الحركة، الحركة اي نوع من الحركة، خاصة لو كان مثلا مشي لمدة نص ساعة يوميا مع الاهل بيبتدي يحسن ويبتدي يبقى فيه تعود في الطفل من الاكل الصحيح. نحاول على قد ما نقدر نمنع اللي هو الفاست فود والحاجات اللي هي ملهاش اي لازمه في الاكل. طبعا كل الحاجات ان لما الطفل بيحس ان هو حاجه متعود عليها ما بيحسش ان هي ممنوع، لكن حاجه تعود انه ياكلها وانت منعتها ده بيأثر على صحه الطفل. يعني انت مثلا دايما معوده طفلك على فاست فود وفجاه قلت له انت تخين قوي هنمنع لك الفاست فود، هيحس ان هو عنده نوع من الحرمان فيبتدي يدور على الحاجات دي. هي الطفل اللي هو بيبقى بولد في المدارس او مع حتى الاهل انت تخين انت تخين، كل ده بيأثر على النفسية بتاعت الطفل. فالسمنة مش شق واحد، السمنة مرض يعني خطير اكتر من امراض كتيرة جدا لها علاجات. صحيح. دكتورة ميساء، ايضا من الامور اللي ذكرتيها انت الحقيقة من الاسباب اللي يصاب فيها الطفل للسمنة، اللي هي يعني نمط الحياة الغير صحية، إذا كانت يعني مثلا السهر أو يعني الإفراط في تناول الوجبات، سواء كانت يعني وجبات دسمة أو وجبات يعني تؤخذ في ساعات متأخرة من الليل، وإذا كانت هناك يعني مثلا أسباب وراثية. ودائما دكتورة نحن نعرف من الأسباب اللي ذكرتيها أنت اللي هي ممكن أن تؤدي إلى الطفل لأن يصاب بمرض السكري نتيجة يعني أحد الأسباب الأساسية هي السمنة عند الأطفال. دكتورة يعني نعم تفضلي. تعليقا على النقطة دي، احنا كنا دائما نعرف ان الاطفال المصابين بالسكر هو بيبقى مصاب بالنوع الاول من السكر. صحيح. وجد ان بقينا بنشوف عشان الاطفال السمنة بيصابوا بحاجة اسمها المتلازمة التمثيل الغذائي، واللي بيبقى معاها النوع الثاني من السكر، فابتدينا نشوف الاطفال واطفال في سن صغير النوع الثاني من السكر اللي هو ما كانش موجود لفترات طويلة، معها ارتفاع في ضغط الدم، معها مقاومة للإنسولين، فكل دي من عوارض السمنة. ده غير المظهر الخارجي بتاع الطفل كمان بيأثر عليه كنفسيا، ارتفاع في الكوليسترول، فبقينا بنشوف حاجات في الأطفال ما كانتش موجودة بسبب النمط الغذائي الغير صحيح. يعني دكتورة حتى الحين يعني إذا قلنا إذا كانوا قبل الأطفال يصابون بالسكر من النوع الأول نتيجة يعني عوامل وراثية قد تكون أو أسباب غير معروفة، اليوم بسبب نمط الحياة وقلة الحركة وأيضا قلة الوعي عند بعض الأسر عن موضوع سمنة الأطفال، فمثل ما تفضلتي بأن نلاحظ اليوم أطفال في أعمار صغيرة مصابين بالسكر من النوع الثاني اللي هم أصلا مفروض ما يصابون بالسكر من النوع الثاني. بالضبط فعلا الكلام اللي حضرتك بتقوله، وبيبقى في عوامل كمان لمقاومة الإنسولين ظاهرة على جسم الطفل، ف
طبعا بيبقى فيه تشققات في الجلد بتاع الطفل من التضخم المفاجئ والسمنة في المحور البطن والذراعات وكده، إلى جانب وجود علامة مميزة جدا اللي هو السواد عند أسفل الرقبة. صحيح. وده بيبقى من العوامل اللي احنا بنسميها أكانسيوزيس نيجريكانس، وبتبقى مع مقاومة الإنسولين، إن احنا بنقدر نقول إن الطفل ده داخل لنا في مقاومة الإنسولين، وبالتالي ممكن يظهر عليه على عوامل السكر النوع الثاني. صحيح. وأيضا دكتورة يعني في هاي الحالات مرات حتى موضوع العلاج يكون في بعض الحالات صعب، يعني بحيث أنه يعني يتم علاج الطفل بشكل صحيح ويتم يعني معالجته بشكل متكامل. دكتورة أكيد يعني خدماتكم مميزة في مستشفى لطيفة الخاصة بعلاج السمنة، ومثل ما نعرف نحن دائما بأن توجه يعني هيئة الصحة بدبي خلال المرحلة الحالية ومستقبلا إن شاء الله دائما بواسطة علاج المرضى اللي هي بواسطة فريق طبي متكامل، لأن اليوم لو أخذنا مثال دكتورة ميسة، السكري لا يتم علاجه بواسطة الطبيب، لابد أن يكون هناك فريق طبي متكامل يشمل الطبيب وأخصائي التثقيف الصحي والتغذية، لأن كل شخص أو جانب مهم جدا في علاج الشخص يعني بشكل متكامل. في خلال دكتورة آخر دقيقتين يعني لو تعطينا الخدمات اللي يقدمها مستشفى لطيفة لعلاج السمنة عند الأطفال. إحنا أهم حاجة عندنا الوعي، فإحنا بنبدأ حملات كتيرة جدا في المستشفى، طبعا قبل الكورونا وبعدين دلوقتي بقت فيرشوال، كتوعية صحية للمرض السمنة وننبه الأهالي بالأخطار بتاعتها. كنا بنعمل حملات دائمة للمدارس علشان خاطر نقول الوعي للأطفال نفسها، لأن هي دي اللي ممكن تستجيب لنا. إحنا عندنا عيادات تخصصية وعيادات الأطفال العام، بيجي الطفل اللي هو زائد في الوزن بيتعمله التحاليل المبدئية علشان نعرف ايه نوع السمنة اللي عنده. لو كانت السمنة لها علاقة بمقاومة الانسولين بيتحول على عيادة الغدد ويبتدي العلاج الفوري والمتابعة. في عندنا اخصائيين وتثقيف للدايتيشن والنيوتريشنست والتغذية علشان يمشوا بجداول معينة، ان احنا نفهم الطفل يمشي على ايه. أهم حاجة في بداية علاج أي طفل في المرض اللي هو أنا بقول عليه مرض السمنة، إن إحنا نهتم جدا ببعض التحاليل علشان نلغي بعض الحالات اللي هي تكون مرضية، وإن الطفل يكون مقتنع من داخله أن يبدأ معنا الحمية والهيلثي لايف ستايل والحركة. لازم الطفل كمان بنقعد معاه كذا مرة نفهمه إزاي هو يبتدي الحياة بالنمط الصحيح بدون ما يحس إن هو محروم من أي شيء. صحيح. دكتورة ميسة صالح، الحقيقة يعني كل الشكر والتقدير لك، جهودكم كبيرة جدا وجبارة في هذا الجانب التوعوي الخاص بسمنة الأطفال. شكرا جزيلا لك دكتورة ميسة صالح، أخصائي أول أطفال بمستشفى لطيفة، كل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة ميساء، انتبهوا للأطفال، لأن من المسببات لإصابة الأطفال بداء السكري هي السمنة، وأيضا مثل ما ذكرت الدكتورة الإفراط في تناول الوجبات، سواء كانت يعني الوجبات الغذائية السريعة أو حتى يعني النمط الحياة غير صحيح، السهر والأكل يعني المفرط والأكل اللي فيه نسبة الدهون عالية وأيضا السكريات. بناخذ وياكم فاصل مستمعين الأعزاء، دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، وفقرتنا التغذية، فقرة التغذية بتكون اليوم أيضا جميلة، بنتكلم عن بدائل الحليب. خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، واللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما مستمعين الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4
0006 وناخذ مصطلحنا الطبي لهذا اليوم اختئامنا التهاب قصيبات. طبعا أخوي عبدالله، التهاب القصيبات الهوائية في الأطفال الصغار والرضع وهو سبب التهاب واحتقان في الشعب الهوائية الصغيرة اللي هي القصيبات الهوائية في الرئة. وعادة ما يحدث التهاب القصيبات الهوائية بسبب فيروس، ويكون وقت الذروة الالتهاب القصيبات الهوائية عادة خلال فترة أشهر الشتاء، ويبدأ التهاب القصيبات الهوائية بأعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد، ولكن بعد ذلك تتطور في بعض الأحيان إلى سعال وصفير بالصدر وصعوبة في التنفس، وقد تستمر أعراض التهاب القصيبات الهوائية لعدة أيام أو لعدة أسابيع. وطبعا يستحسن يتحسن معظم الأطفال من خلال رعايتهم بالمنزل، وهناك نسبة صغيرة من الأطفال تحتاج إلى الإقامة بالمستشفى. صحيح، وبالأخص اختئامنا خلال الفترة هاي تغيير الجو أيضا درجات الحرارة، فأيضا هناك بعض الأطفال يتأثرون بهاي التغييرات الجوية. ننتقل إلى فقرة التغذية اليوم، الحليب وبدائله. نعم، فقرتنا اليوم تتكلم عن الحليب وبدائله مع الأستاذة مريم علي، أخصائية تغذية علاجية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي في هيئة الصحة بدبي. وطبعا بناخذ الدكتورة، بتكون جاهزة معنا بعد شوي إن شاء الله، ولين تجهز الدكتورة مريم علي نذكر المستمعين طبعا بأماكن تواجد لقاح كوفيد 19 في مراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي. أخوي عبد الله، تذكرنا بالمراكز الصحية اللي تواجد فيها لقاح كوفيد 19. نعم، مراكز صحية اللي تواجد فيها توفر فيها هيئة الصحة بدبي لقاح كوفيد 19 في مركز ند الحمر الصحي ومركز البرشة الصحي ومركز زعبيل الصحي، ذكريني آمنة، ومركز أبتاون للفحوصات الصحية، وطبعا مستشفى حتى ومركز المزهر الصحي. نعم، وأيضا مستمعين الأعزاء وصلتنا كثير من الرسائل النصية يستفسرون عن اللقاح، فدائما نحن نقول أن بإمكانكم التواصل مع الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342 لمعرفة المزيد حول اللقاح. نعم، ونحن أيضا أخوي عبد الله بدورنا في البرنامج بناخذ استفسارات المستمعين، وإن شاء الله الأسئلة اللي قادرين نجاوب عليها بنجاوب عليها في حلقة باتشر إن شاء الله. وطبعا الحين معانا الأستاذة مريم علي، أخصائي أستاذة مريم علي من التغذية، اليوم أخصائية التغذية العلاجية، بتحدثنا عن الحليب وبدائله. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور أختي آمنة، صباح النور أخوي عبد الله، أهلا فيك. صباح النور وسرور. طبعا أستاذة مريم، إحنا متشوقين نسمع، لأن الحين وايد ناس يقولون إحنا ما نبغى نشرب هالحليب ونبغى هالحليب، اليوم إحنا تاركين لك المجال تحدثينا عن الحليب وبدائل الحليب. إن شاء الله بإذن الله. أسعد الله صباح مستمعينا الكرام. إن شاء الله الموضوع اليوم بيختص بشريحة كبيرة من الناس اللي عندهم مشاكل من ناحية الحليب، وما يعرفون شو هي البدائل اللي ممكن تعوضهم عن فوائد اللي موجودة في الحليب. نعم، في ناس ما تحب الحليب بس إنها كقطع من الحليب نفسه. في البداية هنقول الحليب طبعا يعتبر من المجموعة الغذائية المهمة اللي الجسم يحتاجها بشكل أساسي، مثل ما نعرف أنه يعتبر من أغنى المصادر الغذائية اللي يمد الجسم بالكالسيوم. والبدائل مثل ما قلنا ممكن تكون البدائل هي للناس اللي ما يحبون الحليب، تكون من الحليب نفسه، مثلا ممكن الحليب نضيف له بعض المنكهات، أو ممكن نغير الحليب كحليب يكون كلبن كروب أجبان، هاي الأمور ممكن نستفيد منها، هاي للناس اللي ما يحبون الحليب كحليب. نعم، بس ممكن إنه يحصلون على فوائد مثل ما قلتي أستاذة مريم، يعني إذا هم ما يحبون الحليب نفسه، أنت تقصدين أن الحين نستبدل الحليب
بالألبان أو بالروب أو بمنتجات الألبان بالضبط. أستاذة مريم أيضا عندنا مداخلة على الرسائل النصية. أحد المستمعين يسأل هل حليب مثلا حليب الصويا في نفس فوائد الحليب العادي؟ يعني ممكن أنه يكون بديل كامل للحليب العادي حليب الصويا؟ بالضبط، هذا سؤال وايد حلو. كبديل كامل يعني آخر الدراسات أثبتت أن حليب الصويا فعلا هو يعتبر حليب متكامل، لأن فيه نسبة كالسيوم عالية ودائما يكون مدعم بالكالسيوم، وفي نفس الوقت فيه جميع الأحماض الأمينية اللي موجودة في الحليب بالنسبة لحليب الصويا. ولكن كبدائل أخرى ثانية نسبة الكالسيوم فيها تقريبا متساوية لنسبة الكالسيوم اللي موجود في الحليب، ولكن الأحماض تفتقر بالبروتين والأحماض الأمينية. نعم، وطبعا أستاذة مريم حابين نعرف منك بما أن الموضوع الحليب وبدائل، نصيحة تقدمينها للي ما يحبون يشربون الحليب وبديل للحليب. بالضبط، الحليب لازم يكون من ضمن أولويات الإنسان في حياته اليومية ولازم يأخذه. إذا ما أخذ الحليب ممكن يأخذ بدائله. البدائل اللي هي مثل ما قلنا ممكن تكون كبدائل من منتجات الحليب نفسه، أو تكون بدائل نباتية اللي هي حليب الصويا، وفي حليب اللوز، عندنا حليب جوز الهند، عندنا حليب الأرز، حليب الشوفان، هاي كلها متوفرة في الأسواق وفيها نسبة حلوة من كمية الكالسيوم. وفي عندنا في الأسماك، في سمك السردين موجود بعد كالسيوم، عندنا في البقوليات فيها، ما ننسى السمسم فيه نسبة كبيرة من كمية كالسيوم، من الفواكه عندنا البرتقال في نسبة حلوة من كمية الكالسيوم، التين فيه بعد كالسيوم، التمر بعد فيه نسبة من الكالسيوم. نعم، بدائل جدا حلوة ممكن الواحد ينوع فيها وياخذ كميته من الكالسيوم. نعم، الكالسيوم فعلا نحن محتاجينه وبكميات كبيرة للجسم. نعم، طبعا أستاذة مريم أخصائية التغذية العلاجية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي في هيئة الصحة بدبي، شاكري لك عفوا معلوماتك القيمة اللي تقدمينها لنا دائما، وتواجدكم طبعا في فقرات برنامج صحة وسعادة تواجد مهم ويفيدنا ويفيد المستمعين دائما. حياكم الله. الله يحييك أستاذة مريم، شكرا جزيلا لك. وبننتقل مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الثانية لهذا اليوم، إلى فقرة صحة المرأة. طبعا اليوم فقرة صحة المرأة أخوي عبدالله تتكلم عن مسحة عنق الرحم، ويمكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم أو اكتشافه بشكل مبكر. والحديث عن هذا الموضوع يسرنا تكون معنا اليوم دكتورة مرفت موريس، طبيب أخصائي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة مرفت. صباح الخير يا فندم. أهلا فيك. أهلا بكم دكتورة. حابين نعرف منك اليوم عن أهمية مسحة عنق الرحم. الفكرة في مسحة عنق الرحم، الأهمية بتاعتها إن السرطان عنق الرحم الكانسر سيرفكس ده بيمثل في الترتيب بالنسبة لسرطانات المرأة رقم 2 بعد البريست كانسر. إن أدخل في مرحلة علاج لعنق الرحم ده بياخدني لسكة استئصال عنق استئصال الرحم كله، فالست بتفقد جزء من حياتها، إن مفيش سكشوال أكتيفيتي، مفيش علاقة زوجية مثلا هتحصل بالقدر الكافي الممتع للزوج أو للزوجة، فحياتها هي نفسها بتتأثر. ده غير إن هي عملية كبيرة وفيها بلد دوس كتير وعرضة للإنفكشن، غير إن ممكن الكانسر سيرفكس ده نفسه نعالجه راديو ثيرابي وكيمو ثيرابي. فالكشف المبكر يخلينا نكتشف تغيرات ما قبل حدوث السرطان، فبالتالي بيبقى العلاج بسيط، عبارة عن ممكن أخد بيوبسي أو ممكن أعمل أشيل الجزء ده من السيرفكس، وبالتالي أنا كده حفظت على السيرفكس بتاعها وحفظت على حياتها كلها بدون أي مشاكل، ووفرت ماديا على المجتمع وعلى الحكومة وعلى المريضة مشاكل كتير مادية وصحية. نعم، ده الأهمية بتاعته. نعم، وطبعا دكتورة احنا حابين نعرف، نقول حق المستمعين اللي يسمعونا اليوم، متى يجب القيام بمسحة عنق الرحم؟ هل هناك أعمار
معينة دكتورة لازم من هذا العمر مثلا تبدأ تعمل مسحة عنق الرحم، أو ممكن لأي فتاة أنها تعمل هاي المسحة في أي وقت؟ إحنا بنبتديها من عمر 21 سنة، يعني واحدة sexual activity، يعني مثلا واحدة متجوزة من سن 21 سنة لغاية سن 65 سنة، دي الفترة اللي هي تعمل فيها مسحة عنق الرحم. وبنقسمها لفئات، يعني من 21 سنة لل 30 أو لل 35 دي ناس بتبتدي حاجة معينة، عند ال 65 ممكن حاجة تانية، ممكن ما بين ال 35 لغاية ال 45 حاجة تانية، وهكذا، على اعتبار إن في تيست واحد وفي اثنين تيست ممكن نعملهم وهكذا. بالنسبة ل 21 سنة بنفضل إن هو يبقى المسحة البسيطة العادية وبتعملها كل 3 سنين، لكن من سن ال 30 بنفضل ان احنا نعمل الكومبايند تيست او بنسميه الكوتيست، ان احنا بنكشف عن الفيروس وبنكشف عن المسحه، ودي بتعملها كل 5 سنين طالما النتائج سليمه، لكن لو النتائج فيها حاجه مش مظبوطه بيتغير البروتوكول بتاع العلاج حسب كل حاله. نعم. لغايه سن ال 65 لو هي ظروفها كانت في التحاليل اللي قبل كده كويسه، الكوتيست كان كل اخر 5 سنين مثلا كان كويس، الاتش بي في وهكذا، خلاص مش محتاجه تعمل تاني. لكن لو ما كانش سليم يبقى هنكملها حتى بعد عمر ال 65 نكمل معاها تاني ونتابع. نعم. طبعا دكتوره اذا في حد ايضا يسمعنا اليوم اكيد يبي يعرف وين ممكن يحصل على مسحه عنق الرحم في منشات هيئه الصحه في دبي. السيرفيس دي متقدمه في هيئه صحه دبي، في كل العيادات موجوده. قبل الكورونا كان بيبقى في توزيع لكل عياده، في عياده المنظر، عياده الصفا، واتيفر، الشبه، ند الحمر، الكلام ده كله كان في عياده جايني. دلوقتي مع تغيير الكورونا واتعملت الكلين كلينيك اللي خدت الماترنيتي وتشايلد هيلث، بقى في عياده جايني كل يوم 4 بعد الظهر عندنا في المنظر هيلث سنتر، وفي المزهر دكتوره فطوم بيبقى لها لسه يوم في الاسبوع ممكن عن طريق الكول سنتر يحجزوا الميعاد، وفي الصفا وفي البرشا. يعني دكتوره مثل ما نقدر نسهل على المستمعين، كل واحد اقرب مركز صحي بالضبط بيتصل بيه وبيشوف العياده متوفره، او اقرب مركز دي فيها العياده بيحولوا عليها، بتحويل من الطبيب العام بتحول عليها. نعم. طبعا دكتوره مثل ما ذكرنا ممكن وين يعني اماكن الحصول على مسحه عنق الرحم اذا لا سمح الله ظهر لأحد يعني الأشخاص أعراض لهاي الأمراض، كيف يمكن علاج هذا المرض في بدايته؟ يعني إحنا ما بنستناش أعراض. كلمة الكشف المبكر إن أنا بدور على المرض قبل ما يوجد، بدور على الخلايا اللي فيها بداية تغيرات توحي بأن دي هتبقى تغيرات سرطانية وتكمل. فالفكرة كلها أنا بدور على مرحلة ما قبل المرض، قبل ما يبقى فيه أعراض، قبل ما تحس إن في دم بينزل منها، أو إن في ألم، أو إن في حاجة كتلة هي حاسة بها من تحت، أو الحاجات دي. أنا بدور على ما قبل المرض، فبالتالي هي عبارة عن مسحة بسيطة، فرشة بسيطة، بناخد عينة من النسيج بتاع عنق الرحم وبيتحط في محلول محدد وبيتبعت للمختبر، يتفرش على شريحة وتتشاف تحت الميكروسكوب. الخلايا دي طبيعية ولا الخلايا دي فيها تغيرات استعداد ما قبل انها تتحول لكانسر؟ لقينا الحاله كده بنحولها على المستشفى، بتعمل لها تحليل اخر اسمه كولبوسكوبي، ان هو بصبغه معينه يتبع لعنق الرحم ونشوف مين الخلايا اللي خدت الصبغه ومين اللي ما خدتش، مين السليمه ومين اللي مش سليمه، للتاكيد كونفيرميشن على التحليل الاولاني. لقينا في خلايا مش مظبوطه بتتشال عن طريق بايوبسي او دايسيرمي، ويتم متابعه الحاله حسب البروتوكول حسب كل حاله. ممكن حالات نلاقيها ما قبل التغيرات، ممكن حالات نلاقيها في بي زيرو في الكانسر سيرفكس وهكذا. فكل حاله العلاج بتاعها هيختلف على حسب النتيجه بتاعتها. نعم. اما النتائج العاديه، يعني مثلا المسحه العاديه، الباب سمير العاديه، ممكن تطلع نيجاتيف ممكن بوزيتيف. يعني ايه نيجاتيف وبوزيتيف؟ يعني في بوزيتيف للابيثيليال تشينجز او الخلايا السرطانيه مالجنسي، او نيجاتيف يعني ما فيهاش. ال HPV test يطلع positive ونيجاتيف. يعني ايه positive؟ يعني فيه high risk subtype من الفيروس موجودة، اللي هو 16 و18 اللي هم الأكثر عرضة ان هم يسببوا لنا cancer cervix. نيجاتيف يعني ما فيش ال high risk ده، لكن ممكن يبقى في موجود اللو ريسك. اللو ريسك ده بيبقى سيلف ريزولفد عموما، والهاي ريسك ممكن يبقى سيلف ريزولفد ما يحتاجش علاج، يعني مش محتاجه نعولها لعياده الدم ويدوها ادويه او يعملوها ديتيرم يشيلوا الورت اللي حاصل من او الليجن اللي حاصل من الفيروس. لكن احنا بيهمنا ان على تكرار المتابعه حسب الجايد لاين بيبقاش مستمر وجود الهاي ريسك، لان وجود الهاي ريسك فيروس على فترات طويله عمريه هو ده اللي هيسبب لنا بنسبه كبيره ان يحصل الكانسر سيرفكس، او هو ده اللي احنا نخاف ان ينتج عنه.
بس هي دي البوينت. فإحنا بنعمل كشف مبكر عشان نشوف في فيروس ما فيش، عشان نشوف الخلايا فيها تغيرات ولا ما فيش، تحور ولا ما فيش، عشان نختصر على السيدة مسافة طويلة في العلاج. نعم. وطبعا دكتورة دوركم أنتو في مستشفيات ومنشآت هيئة الصحة في دبي كبير جدا في توعية النساء والحملات التوعوية اللي تصير على أهمية فحص سرطان عنق الرحم. فممكن تقولي لنا دكتورة شو هي الحملات اللي سويتوها خلال عام 2020 إذا ممكن؟ عام 19 هنرجع سنة ورا قبل موضوع الكورونا، لأن في الكورونا الدنيا فيه تغيرات وفي خدمات نرجع يعني قللنا السيرفيس بتاعتها وفي خدمات زودنا السيرفيس بتاعتها وهكذا حسب الاحتياج. لكن في 2019 احنا مثلا عملنا في عيادة البرشة عاملين حملتين ثلاثة في السنة، عيادة المنظر المزهر عملنا حملتين ثلاثة، عيادة المنخول انا بنفسي كنت عاملة فيها حملة غير اللي معموله في غير اللي في البرشه، غير اللي في نبض الحمر، غير اللي اتعملت في الخوانيج وفي الطوار وفي اللوتيلي. فكان كل عياده عملنا فيها حمله، العيادات الكبيره زي البرشه ونبض الحمر والمزهر اتعمل فيها 2 الى 3 في السنه علشان نوصل الفكره ونشجع السيدات ان هم ما يقلقوش وما يخافوش، نوضح لهم قد ايه الموضوع بسيط وان هو مش عمليه صعبه الفحص، عشان في سيدات يعني ما بتحبش الفحص بتاع النسائي، بتبقى محرجه، بتبقى خايفه تتالم. فعشان نوصل لهم الفكره اهميه اللي احنا بنقدمه وبساطته وسهولته وان هو قد ايه بيوفر عليها كتير صحيا وماديا. صحيح دكتورة. أيضا يعني في آخر دقيقتين يمكن إذا ممكن تعطينا نصيحة أخيرة حول موضوع أهمية المسح، وأيضا لأنه يعتبر جانب وقائي مهم بالنسبة للمرأة، ومثل ما ذكرت أنت يعني خلال الفترة هاي أيضا الأعمار اختلفت، يمكن سابقا كان في أعمار متقدمة، اليوم في أعمار في بدايات المرحلة عند البنات أو النساء. فإذا حابة تعطينا دكتورة فكرة أو نصيحة حول موضوع مسحة عنق الرحم. أي سيدة متزوجة من عمر 21 سنة، نعم، من فضلك اهتمي بأنك بصحتك زي ما احنا بنهتم بسرطان الثدي وبنعمل الإشعة الماموجرافي بقينا كل سنة وكل سنتين وحسب التاريخ العيلة. من فضلك اهتمي أنك تعملي تحليل مسحة عنق الرحم، بيتعمل في العيادة النسائية، بتكشف عليكي طبيبة، الموضوع بسيط وسهل ومش مؤلم، بتتاخد عينة بفرشة زي فرشة الأسنان كده، بس بتبقى فرشة تمشي على عنق الرحم وبتتبعت المختبر والنتيجة بتاعتها بتبان بعد أسبوعين إلى ثلاثة، بتطمنك النتيجة طلعت حلوة وزي الفل، خلاص أنت بتعيد التحليل كل ثلاث سنين. لو سنك من 21 إلى 30، عديتي سن 30 بنعملك الكوتست عشان نوفر عليكي، وبتطلع النتيجة سلبي نقولك تعالي بعد خمس سنين تانيين نعملك، لا كان في أي تشينجز بنحولك على التحليل اللي أكبر منه اللي هو الكولبوسكوبي. فالموضوع مش مخيف، ده في ستيجز وفي مراحل بننقلك من تحليل لتحليل عشان نؤكد أو ننفي نتيجة أول تحليل. والعلاج لا قدر الله لو في بدأ يظهر أي تغيرات بيبقى بسيط وسهل ومش مكلف ومش مؤلم. فكرة إن إحنا نخاف من اكتشاف الشيء دي حاجة صحيا غير سليمة، يعني إحنا بالعكس إحنا لما نكتشف الشيء ما قبل حدوثه ده في العلاج أسهل بكتير من أني أكتشف الحاجة متأخرة وأصدم بيها. نعم دكتورة ميرفت موريس طبيب أخصائي في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا يعني المبادرات الجميلة والحملات التوعوية اللي تقومون بها خلال السنة، وهي دائما طبعا ترفع من مستوى ثقافة أفراد المجتمع عن جميع الأمور الصحية. نعم أخوي تحت أمركم. شكرا لك دكتورة. شكرا للدكتورة ميرفت طبعا. شكرا لك دكتورة مرفت، وشكرا على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. وفي ختام حلقتنا نتمنى انكم استفدتوا معنا اعزائي المستمعين، ونود ايضا الاشارة الى ان يمكنكم حجز موعد للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 للفئات ذوات الاولوية في الحصول على لقاح فايزر بايونتك في دبي عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي او من خلال مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة بدبي واللي هو 800-342. طبعا مثل ما نقول دائما اخوي عبد الله، التطعيم امان واطمئنان. وفي الختام ايضا نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين ان نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الاعداد في هيئه الصحه بدبي، وكل الشكر لاذاعه نور دبي ومخرجنا المبدع
نمر محمد، وكذلك في التنسيق والمتابعة من إذاعة نور دبي إسراء الهاشمي، وكنت معكم أنا آمنة العلي وزميلي عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.